المستمع جيم عين خاء من جمهورية مصر العربية له سؤالان، يقول في أولهما: إنني كثيرا أتكاسل عن أداء الصلاة وأحيانا أنسى أداءها، وهذا شيء يرهقني كثيرا، فأنا أريد الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها، وأحتقر نفسي كثيرا بعد انتهاء وقت الصلاة، فبماذا تنصحونني لأحافظ على الصلاة وماذا أفعل؟ يقول في نهاية سؤاله: وهناك شيء آخر، هو أنني لا أستطيع القيام لأداء صلاة الفجر لأنني عند القيام مبكرا، فإني أمرض، فماذا أفعل وهل علي ذنب؟ هذا كله من وساوس الشيطان ومن مطاوعة النفس الأمارة بالسوء، فعليك بتقوى الله والمبادرة بأداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وسيزول عنك كل ما تستعيذ بالله وأن تحافظ على الصلاة مع الجماعة وفي أوقاتها، وسيعينك الله سبحانه وتعالى. أما إذا استسلمت للكسل والشيطان والنفس، فإن ذلك يتجارى بك إلى أن تترك الصلاة نهائيا. نعم.